فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. من العلماء من منع التشبه بهؤلاء، منع التشبه بهؤلاء زيادة على التشبه، على منع التشبه بالكفار الذي ثبت بالنص. فهو كأنه يمنع التشبه بالمبتدعة لئلا يكون الإنسان منهم، وإن كانوا ليسوا كفارا، وإن كان المبتدعة ليسوا كفارا في الجملة، وإن كان من البدعة ما هو كفر، لكن في الجملة ما داموا ينتسبون إلى الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يحكم عليهم بالكفر إلا بعد تفاصيل معروفة. لكن من نهى بعض العلماء عن التشبه بهم لماذا؟ لئلا تسري بدعتهم على من تشبه بهم، على من تشبه بهم. وهذا كأنه مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. إذن من تشبه بالمبتدعة فهو منهم. من هذا المنطلق رأى بعض العلماء كما ذكر الشيخ رحمه الله منع التشبه بالمبتدعة، وهذا ليس ببعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمم، قال: من تشبه بقوم. نعم. وهذا يشمل كل المخالفين بالكفر والابتداع، يشملهم هذا.